نعم. وبعد 50 وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما. نعم، الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى قوم خاصة كما كان هذا في حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل بعث إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس. كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر، كائنا من كان، يهودي نصراني مجوسي غيره. بعث إلى الثقلين، والله سبحانه وتعالى صرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن يستمعون القرآن. وعجب من هؤلاء، فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعرف أدب الطلب، أدب التلقي، ظلوا يستمعون، قالوا أنصتوا، لا أحد يتكلم. عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنعوا؟ علم الآن تعلموه بأدب، يعملوا ويرجعوا إلى قومهم، ينذروهم، يعلموهم. هذه الدعوة جيل بعد جيل تتناقل. نعم.